خلال الفترة دي وانت بتتكلم عن شيكابالا واحمد غانم وعمرو الحر واحمد مجدي، خلال عودة اللعيبة دي اللي كان الناس بتتكلم ان هم رايحين الاهلي، هل فعلا في حد فيهم كنت اتكلمت عنه يروح الاهلي او حاجة؟ لا خالص، لا خالص، لا شيكابالا اكيد يعني زملكاوي طبعا، يعني شيكابالا في الفترة يعني دي الناس قالت ان شيكابالا مضى للاهلي او تقريبا مضى للاهلي تقريبا، بس موضوع الجيش تقريبا، عشان موضوع الجيش ما اعرفش ايه اللي حصل بالظبط، لا مش عارف التفصيله بالظبط حامد بصراحه، ما اعرفش التفصيله، بس شيكابالا طبعا لعيب كبير، بس هو واحد من ابناء نادي الزمالك، فهو ما يعني ما اعرفش التفصيله بالظبط يعني، بس هم نزلوا يعني شيكابالا لعب سنه ونزل، واحمد مجدي تقريبا لعب سنتين ونزل على الزمالك تقريبا، وغانم لعب حوالي 6 شهور او سنه وراح بولندا، انا كملت، انا قعدت 4 سنين. شيكابالا مضى للاهلي فعلا؟ مش عارف، بس ممكن، بس اكيد مضى في الاهلي، مضى في الاهلي تقريبا ودخل النادي، وبعد كده تاني يوم او تالت يوم كابتن حسن حمدي تقريبا قال له انا شيكابالا تقريبا على معلومات اللي الناس كلها عارفاها، قال له لا انا عايز اروح الزمالك او حاجه، فقال له اتفضل العقد بتاعك، والنادي الاهلي عمره ما هيجيب حد غصب عنه، عمره ما هيخلي حد يلعب في النادي الاهلي غصب عنه، بالعكس انت النادي الاهلي نادي كبير جدا جدا جدا، اي حد يتمنى يخش النادي الاهلي يمشي حوالين النادي الاهلي، اصلا النادي الاهلي لو مشيت جنبه بيكبرك، لو انت مش حابب مستحيل النادي الاهلي يمسك فيك ابدا، يعني مستحيل، انت لازم تبقى جاي وراضي وحابب وليك نفس وبتلح ان انت تخش النادي الاهلي، ده يعني اكيد يعني 100%، فاي حد مش عايز النادي الاهلي اكيد 100% النادي الاهلي يقول له اتفضل ويمشي، فاهم قصدي؟ تمام. طب انت بقى بعد شيكابالا تقريبا هو حاله خاصه عشان هو زملكاوي وابن نادي الزمالك، فاكيد ده ناديه، فبس يعني. تمام. طب بعد ال4 سنين تاني بقى ما جتش نادي الاهلي؟ اولا والدي توفى 31/3/2010، جيت نزلت القاهره، قعدت البلد يعني، نزلت قعدت 10 ايام، وبعد كده امي واخواتي لازم تكون موجود معانا ولازم تبقى قريب مننا، ويعني فحسيت الدنيا صعبه شويه، فاخدت قرار ان ارجع، بس قلت لهم هرجع في شهر 6، فساعتها كان نادي ام ساعتها كان لسه بقاله 2-3 سنين حاجه حديثه لسه ومسمع يعني، محدش من الاهلي كلمك؟ لا كلموني. طب ايه اللي حصل؟ النادي الاهلي كلمني ساعتها، كابتن هادي خشبه كلمني والزمالك كلمني برضه، فبس ساعتها كان اخترت بقى ام بي، انت اهلي وزمالك كلمك؟ النادي الاهلي لما كلمني كان ساعتها في ثلاث لعيبه في نفس المركز برضه، فانا كنت ماشي عشان العب وارجع تاني النادي الاهلي، فساعتها كان ثلاث لعيبه في المركز المركزي، كان طالب صادق ابني من ابناء النادي الاهلي، فما كلمني قال لي تعالى ام بي يعني اعتبر زي الاهلي بيه كده سنتين وارجع تاني بيتك النادي الاهلي، وانا بوعدك هرجعك تاني النادي الاهلي، ولو جالك الفرصه مش هقف ضدك ولا اي حاجه خالص، فكان عرض ام بي، نزلت مضيت في ام بي ساعتها، كنت انا ووليد سليمان ومحمد شعبان وكابتن عبد الظاهر السقا، وكان في حوالي جبنا 6-7 صفقات لعيبه مميزه، فالسنه دي برضه عملنا موسم جامد جدا وخدنا رابع ولعبنا افريقيا، ومش بقى كنت انا في دماغي العب سنتين وارجع النادي الاهلي، لعبت 10 سنين.